وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من مطار العاصمة الكاميرونية يوندي إلى مطار القاهرة الدولي بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية وتقديم المنتخب المصري أداء بطولي خلال مشوار البطولة. وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا في نسختها 33 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهائي أفريقيا بالكاميرون. حظي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الثناء من متابعي أدائه القوي على مدار بطولة الأمم الأفريقية والتي اختتمت أمس بالكاميرون. وحصد المنتخب الوطني وصافة البطولة بعد خسارته أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية، ولم يكن طريق المنتخب ممهدا حيث أطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكوت ديفوار. أداء مشرف وبطولي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون رغم خسارة التتويج باللقب والفوز بالمركز الثاني على أفريقيا، ولكنه الأول في قلوب المصريين جميعا. رغم خسارة اللقب لا خلاف على الجهد الذي بذله المنتخب طوال مشوار البطولة ولقائه فرق كانت المرشح الأول للبطولة منذ الأدوار الإقصائية مثل كوت ديفوار ثم المغرب ووصوله لمباراة نصف النهائي مع الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور، وأخيرا في النهائي أمام السنغال والذي شهدت تألق اللاعبين ومثابرتهم للظفر بالبطولة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح السنغال. مكاسب عديدة على الصعيد الشعبي، فقد نال المنتخب احترام الجميع وشاهدنا كيف كان التضامن الجماهيري مع اللاعبين والمؤازرة والتشجيع، وكيف خرجت ملايين الجماهير في الشوارع رافعة الأعلام المصرية مع كل مباراة للمنتخب في مشاهد تعكس الروح الوطنية العالمية والرياضية المشرفة. فليس هناك مناسبة تجمع الشعوب أكثر من كرة القدم، وهذا ما فعله المنتخب خلال مشواره بالبطولة في بث الفرحة والسعادة والآمال لدى الجماهير ومحبي الكرة المصرية. وأعلن اللاعبون عن أنفسهم بكل شرف واحترام بما أنجزوه وحققوه من انتصارات مقدرة خلال البطولة. لاعب الفراعنة كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال مشوار البطولة، لكن الجماهير تأمل في إسعادها مرة أخرى والصعود للمونديال الذي سيقام في قطر 2022 بعد لقاء السنغال مرة أخرى الشهر القادم ذهابا وإيابا وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية. أشادت الجماهير بالأداء البطولي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، ونجح المنتخب الوطني في بلوغ المباراة النهائية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية، لكنه استحق إشادة الجميع بعدما أزاح أقوى المنتخبات في مشواره. اللعيبة عادي، ما فيش أي مشاكل خالص، البطولة ضاعت مننا السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله نعوض، ومحدش عارف الخير فين، ممكن ربنا يعوض يعني خسارتنا قدام منتخب زي السنغال ده في تصفيات كاس العالم. يعني مكسبنا الحقيقي ان احنا كسبنا رجاله كتير زي محمد عمنام واحمد فتوح ناس كتير وابو جبل، وطبعا نعوض ان شاء الله في تصفيات كاس العالم، وان شاء الله نكسبهم وان شاء الله نقدم مستوى حلو. كنتم رجال وقد المسؤوليه يعني، والحمد لله قدموا اللي عليهم وعملوا بطوله جميله من احسن المنتخبات كانت في البطوله. والله الاول الحمد لله على الاداء كان حلو، اهم حاجه اهم مكسب في البطوله كان ان احنا كسبنا رجاله فعلا، وان شاء الله نعوض في التاهل لكاس العالم. هنلعب لسه مباراتين قدام السنغال، لسه ماتش عندنا وماتش عندهم، وان شاء الله يبقى نتاهل من قلب السنغال ذات نفسها. بصراحه هو المنتخب عمل اللي عليه، اللعيبه كلها كانت على اكمل وجه، عملوا اللي عليهم وزياده، وفي الاخر ده التوفيق من عند ربنا. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، واختار كاف 3 لاعبين مصريين ضمن التشكيل المثالي للبطولة وهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمد عبد المنعم، فيما حجز لاعبان من منتخب الفراعنة مقعديهما في التشكيل الاحتياطي وهما محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح. هذا وجاء التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا على النحو التالي: يلتقي الأهلي غدا مع بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب عن مونتيريا المكسيكي بهدف دون رد.
انتهت الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وآية كافوري. شكرا ياسر.